السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير، هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. درسنا النهاردة شباب هو الدرس التاسع من دورة تحسين خط النسخ بالقلم العادي. اللي ما تابعش الدروس اللي قبل كده هسيبها لكم في الديسكريبشن أو في صندوق الوصف. النهاردة معانا حرف الصاد واتصالات حرف الصاد. الدرس اللي فات كان معانا اتصالات حرف السين، فالدرس ده اتصالات حرف الصاد. قبل ما نبدا كده يا شباب، يعني احنا بنتاخر شويه لان الناس بتتفرج على الفيديوهات ومفيش تفاعل مع الفيديوهات، فمن فضلك لو شفت الفيديو وهتستفيد منه اضغط لايك كده، حتى لو هتشوف الفيديو دلوقتي او هتشوف الفيديو بعد كده. اول اتصال معانا وهو اتصال حرف الصاد مع الالف. تعالوا كده نفتكر او نتذكر حرف الصاد المفرد كان بيجي ازاي. لو ده سطر الكتابة، في حرف الصاد الكاسة بتاعته بتهبط عن السطر. ازاي يا استاذ محمد؟ بنعمل من هنا كده لهنا اكننا بنطلع مطلع بالشكل ده اهو، تمام. وبعد كده اول ما طلعنا المطلع ده دوران خفيف، ما بنلمسش سطر ايه، ما بنلمسش سطر الكتابة. ومن هنا كده اهو بنلمس سطر الكتابة في المنطقة دي كده، نبدأ إن إحنا نطلع لفوق أهو. ومن هنا كده بعد ما طلعنا فوق نرجع ننزل لتحت رقم واحد بالشكل ده. الكاسة هي اللي بتنزل أو بتهبط عن السطر، دوران 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 بالشكل ده أهو، تمام. تعالوا نكتبها تاني وناخدها تاني، تعالوا نكتبها تاني. ده طبعا حرف الصاد أو الضاد. تعالوا ناخدها بشكل سريع، صاد اهي دوران، ثم من هنا كده بنلمس سطر الكتابة لتحت تاني اهو، ثم الكاسة بتاعتنا بتكون بالشكل ده. ده حرف الصاد او حرف الضاد. تعالوا بقى على طول ندخل في الدرس على طول ونكتب اتصالات حرف الصاد او الضاد. حرف الصاد مع الالف، حركة كده اهي، شايفين الحركة دي هي اللي بتدي جمالية للحرف، ثم حركة كده أهي، تمام؟ أكننا إحنا كنا بنقولها في البدايات، أكنك بتطلع مطلع أو كوبري. بعد كده دوران أهو، ثم من هنا كده حركة أهي كده. لو جينا نبص هنا عايزك تركز لي هنا، شايفين؟ في هنا إيه؟ في هنا إيه؟ ها، في هنا فراغ، ما بتلمسش سطر الكتابة في المنطقة دي، بتلمس سطر الكتابة مع بدايتك، تمام؟ وبعد كده حركة بالشكل ده، وبعد كده ارتفاع لأعلى مع الذهاب، مع الذهاب ناحية اليسار قليلا. دي صاد أو ضاد مع ألف. حد هيجي يعملها لي صاد مع ضاد مع أو صاد أو ضاد مع ألف بالشكل ده ويجي يجيب لي المنطقة دي كده، كده صح؟ وإنك تقف بس إيه؟ صح. تعال الحرف اللي بعد كده وهو حرف الصاد مع الباء. صاد حركة، حركة اهي من هنا كده، عملنا الشكل اللي احنا عملناه قبل كده، خدنا السنة بتاعتنا، سنة ايه؟ سنة الصاد او الضاد. وبعد كده حرف الباء من هنا اهو، زي ما اخدناه في الدروس اللي قبل كده. يلا الحرف اللي بعد كده وهو حرف، ده طبعا حرف صاد مع باء أو تاء أو ثاء. حرف الصاد مع الجيم له شكلين، الشكل الأول وهو الأصعب، ده بنكتب أو بنحسن خطنا أهو، ده شكل مثلا أهو، ارتفاع أو قنطرة. ثم حرف الحاء بنرجع للخلف كده أهو، الرجوع للخلف شايفين الخلف يا شباب أهو، ومن هنا كده بنلف دوران. وبعد كده او هنا المنطقه بتنزل تحت السطر بالشكل ده اهو، شايفين شكل الحرف حلو ازاي؟ دي صاد او ضاد مع جيم او حاء او خاء. نجيبها بشكل تاني يا استاذ محمد، احنا عايزين نحسن خطنا بس، مش عايزين ايه؟ مش عايزين الصعوبه اللي هنا، هي مش صعبه ولا حاجه، خليك معايا وركز معايا. حرف الصاد عملناه كده اهو، احنا هنا شايفين المسافه اللي ما بيننا وما بين ايه؟ السطر قد ايه؟ في البداية بتاعتنا، لكن هنا هنبدأ من على السطر على طول أهو، وهنسيب النقطة اللي إحنا قلنا عليها قبل كده أهي،
بنعمل سنة بسيطة وكأننا رايحين نعمل حرف الصاد مع الباء، بنعمل سنة تانية أهي، وبنعمل سنة ثالثة أو سنة تانية. عملنا سنة هنا بتاعة الضاد أو الصاد، وعملنا سنة كده، وهنجيب منها بقى إيه الشكل العادي لحرف إيه، لحرف الجيم أو الحاء أو الخاء، اللي هو إيه إحنا قلنا إيه، عبارة عن موجة أهي. وبعد كده بنلف دوران أهو مع الدائرة اللي إحنا قلنا عليها في الدروس السابقة، صاد أو ضاد مع جيم أو حاء أو خاء. الحرف اللي بعد كده حرف الدال، بيجي إزاي؟ حركة حركة دوران، ثم حركة من هنا من المنطقة دي أهي، ثم سنة بسيطة خالص أهي، وارتفاع لأعلى. ارتفعنا الأعلى نيجي نعمل إيه أهو، هنيجي نعمل كده وننزل نمشي على السطر بالشكل ده، صاد أو ضاد مع دال أو ذال. طيب الحرف اللي بعد كده هو حرف إيه؟ حرف الصاد مع الراء. تعال ناخده هنا كده في المنطقة دي كده أفضل، الصاد مع الراء بيجي إزاي؟ بيجي بشكلين، حركة حركة أهي، حرف الصاد زي ما إحنا متعودين، وبعد كده دوران أهو، ومن هنا كده من المنطقة دي كده بنمشي بنمشي بنمشي، نطلع سنة لفوق، ثم حركة أهي، وبنمشي على سطر الكتابة، بنطلع سنة لفوق، وبعد كده بننزل تحت السطر، نعمل حركة كده. ثم أهم حاجة في المنطقة دي إيه؟ إن أنت تعمل الحركة اللي فوق دي، ضاد مع راء، ليها شكل تاني يا أستاذ محمد، ليها شكل تاني. حركة بتاعت حرف الصاد أهي، دوران خفيف، ثم من هنا كده أهو ارتفاع لأعلى كده بالشكل ده، ثم حركة أهي، في ضاد مع راء أو ضاد أو صاد مع زاي أو راء. الحرف اللي بعد كده هو حرف الضاد أو الصاد مع السين، حركة حركة أهي، حركة كده. السنة بتاعتنا بنبعد شوية أهو، وناخد حرف السين اللي احنا كنا أخدناه قبل كده أهو، مسنن بالشكل ده، والكاسة بتاعتنا أسفل السطر بالشكل ده. احنا بناخد الأشكال دي ليه يا شباب؟ لأن ممكن في جملة تلاقي إيه الاتصال ده، فيبقى الاتصال ده في عقلك تقدر تستحضره لو أنت بتكتب. تمام، الضاد مع السين أو الشين طبعا. طيب الضاد مع الضاد، حركة حركة أهي أهو، ثم من هنا كده السنة بتاعتنا، والضاد أهي التانية أهي، وبعد كده نزلنا أسفل السطر بالشكل ده، وعملنا إيه؟ عملنا الكاسة بتاعتنا أهي، الصاد مع الضاد أو الصاد مع الصاد. الحرف اللي بعد كده وهو حرف الصاد مع الطاء، تعالوا ناخده هنا، ناخد هنا الصاد مع الطاء، حركة حركة أهي سهلة خالص. بعد كده دوران من هنا كده أهو، حركة كده، بنمشي على سطر الكتابة عادي خالص أهو، وبعد كده من هنا برضو حركة الأعلى كده أهو، أكنك طالع كوبري. بعد كده دوران خفيف، ما لمسناش إيه؟ ما لمسناش الجزء ده، بنيجي من هنا كده نلمس بقى الجزء ده، ونمشي إيه؟ بعيد عن السطر بشوية أهو. ده حرف الضاد مع الطاء، أو الصاد مع الطاء أو الظاء. طيب يا أستاذ محمد الحرف اللي بعد كده وهو حرف الصاد مع العين، حركة حركة للأعلى، دوران، ما لمسنا السطر الكتاب أهو، حركة حركة الأعلى بسيطة خالص من هنا كده، وبعدين حركة برضو للأعلى. من هنا حرف العين بيجي مطموس زي ما أخدناه في الدروس اللي قبل كده، في نهاية الكلمة وفي وسط الكلمة يأتي مطموس، أما عندما يكون مفرد أو عندما يكون
في بداية الكلمة لا يكون مطموس. حرف العين حركة كده أهو، زي ما عملنا حرف إيه؟ أحسنت، زي ما عملنا حرف الجيم والحاء والخاء. نزلنا أسفل السطر، نبدأ نعمل دي لنفسنا ونمشي بالشكل ده مع الدائرة اللي إحنا إيه؟ أخدناها قبل كده. دي طبعًا حرف الضاد مع العين، أو الصاد مع العين، أو الصاد مع الغين، أو الضاد مع الغين. الحرف اللي بعد كده وهو حرف الفاء، اتصال حرف الصاد مع الفاء، حركة حركة كده، دوران، ما لمسناش سطر الكتابة أهو. أنا عايزك وأنت بتكتب ما تعرضش، يعني هسيب لكم برضه في الديسكريبشن تحت أو في صندوق الوصف رابط جروب الواتساب، تقدر تكتب الكتابة بتاعتك وتعرضها عليه. الصاد مع الفاء، حركة للأعلى، دوران أو كيرف بالشكل ده، وبعد كده من هنا كده بنمشي أهو، بنعمل جسم حرف الباء. احنا لو جينا نشوف حرف الباء الأساسي اللي احنا كنا عملناه، ده صاد مع فاء أو ضاد مع فاء، كنا عملناه كده أهو مثلا. يعني تمام، وكنا جينا عملنا كده مش كده؟ حتى هنا الفاء الباء اتساع الباء شوية قليل. احنا لو جينا عملنا كده وجينا عملنا كده وجينا عملنا كده، بقت حرف ايه؟ صاد او فاء مع ايه؟ صاد او ضاد مع ايه؟ مع فاء. طيب الحرف اللي بعد كده يا شباب، حرف الصاد مع القاف، حركة حركة الأعلى، دوران خفيف، ما لمسنا السطر الكتاب. انا عايزك برضو وانت بتكتب تقول الكلام ده لنفسك اهو، وبعد كده من هنا كده عملنا حرف، كنا رايحين نعمل حرف الواو، هنطمس الجزء ده زي ما متعودين دايما، وبعد كده رقبة للحرف، ثم دوران 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 بالشكل ده عشان نجيب حرف ايه؟ الصاد مع القاف. طيب الحرف اللي بعد كده وهو حرف الصاد مع الكاف، حركة حركة للأعلى، دوران خفيف، من هنا كده أهو ارتفاع للأعلى، ثم حركة كده ارتفاع للأعلى. المشاهدات والله عندنا الفترة دي واقع جدا 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 جدا، فأتمنى أي حد يشوف الفيديو يضغط لايك درجاء من حضراتكم. يعني من هنا كده من تلتين المسافة نبدأ إن احنا نعمل حركة كده، ودوران دوران دوران، نخلي دي تبص هنا تمام. وبعد كده شارة الكاف ماهيش حرف ايه؟ ماهيش همزة، شارة الكاف بتكون عبارة عن حركة كده ثم حركة اهي، لان دي مهمة جدا، بشوف ناس تعملها همزة حركة كده، يبقى دي شارة حرف الكاف تمام. حرف الصاد مع الصاد او الضاد مع اللام، زي ما عملنا هنا كده، زي ما عملنا مع حرف ايه؟ الكاف، حركة حركة كده، ارتفاع لأعلى، دوران خفيف، نزول بالشكل ده، حركة ثم حركة تانية وارتفاع للأعلى أهو، أكننا رايحين نعمل حرف الصاد مع ألف. ومن هنا كده بنرجع ننزل تاني على الكتابة اللي احنا عملناها، بنلف دوران أهو، دي وكأنها سنار، احنا بنقولها كده للطلاب وكأنها إيه؟ سنار بالشكل ده تمام يا شباب. الحرف اللي بعد كده وهو حرف الصاد مع الميم، الصاد مع الميم ليها اكتر من شكل، احنا قلنا قبل كده في الدروس اللي كانت قبل كده، تعالوا نقولها تاني، الصاد مع الميم ليها اكتر من شكل. ممكن ناخد حركة كده، حركة ارتفاع، دوران، ما لمسناش سطر الكتابة، ومن هنا كده حركة اهي، ومن هنا بنمشي للامام ونرتفع سنة بسيطة خالص، وبعد كده حرف الميم دوران، بنلمس دي بدي، نبدأ إن احنا نعمل إيه؟ ها، نبدأ إن احنا نعمل حركة أهي، صاد مع ميم، ليها شكل تاني، صاد أهي مع كشيدة، تمام؟ ومن هنا كده ممكن نعمل حركة وننزل أسفل السطر بالشكل ده تمام أهو، حرف الصاد مع الميم بشكل آخر، ممكن نيجي نعملها كده
اهو ارتفعنا ارتفاع بسيط للاعلى اهو، حركه حركه كده وننزل اسفل الصف نفس النزول ده كده اهو. ضاد مع ميم، الضاد مع الميم الاولانيه ممكن برضو ان احنا نيجي ناخدها من غير كشيده اهي. ضاد مع ميم اهي، تمام يا شباب. الحرف اللي بعد كده وهو حرف النون، قياس حرف النون زي ما عملنا هنا كده فوق، شايفين دي؟ شايفين دي اهي، هنعملها هنا. حرف الصاد اهي مع النون بالشكل ده، صاد او ضاد مع النون. امتى نعملها مرتفعة؟ لما تكون مثلا حرف طاء مع ياء مع نون، او طاء مع باء، او ثاء او تاء مع نون. اهو طاء لما بنجيبها كده تعرف ان دي حرف من الحروف الخمسة اللي احنا قلنا عليهم في بداية الدورة. لما نرتفع كده ما تنفعش بقى ايه تكون ضاد، لازم أن تكون طاء او ظاء بالشكل ده كده، تمام يا شباب. دي تبقى ايه؟ طاء مع ياء مع نون، او طاء مع باء مع نون، او طاء او ظاء مع ثاء او ياء او نون مع نون. يعني ممكن نحط نقطة هنا تبقى نون مع نون، تمام يا شباب. النقطة دي مهمة جدا. الحرف اللي بعد كده هو حرف ايه؟ حرف الهاء، حركة حركة كده اهي. طه صلوا عليه وسلموا تسليما، ارتفعنا للأعلى أهو، وكأنه رايحين نعمل حرف إيه؟ حرف ألف، حركة من هنا كده، حركة كده. إحنا أخطأنا بس مش مشكلة، جبناها على إيه؟ أهو، أكنها حرف إيه؟ طاء مع هاء، وده طبعًا لسه هناخده بعد كده. تعالوا بقى ناخد حرف الصاد أو الضاد مع الهاء، اللي هو الدرس بتاع النهاردة. صاد حركة حركة اهي، ومن هنا كده سنة كده نرتفع نمشي لقدام كشيدة وحركة ثم حركة اهي. دي ممكن تبقى طاء مع نون مع هاء، وممكن تبقى صاد او ضاد مع ايه؟ او ضاد مع هاء، اللي هو الدرس بتاع النهاردة يعني. خلينا في الدرس بتاع النهاردة. الحرف اللي بعد كده هو حرف الصاد مع الواو، حركة حركة كده أهي من هنا كده سنة بسيطة، ونعمل إيه؟ الشاطر هو اللي هيقول بسرعة. ها خدنا الاتصال ده قبل كده، ولكن مع حرف إيه؟ أحسنت، مع حرف الصاد مع الضاد. لحد هنا كده ممكن نعمل إيه؟ حرف الواو زي هنا أهو، هنا كده ممكن نعمل حرف القاف او ممكن نعمل حرف ايه الواو، عباره عن ايه؟ حركه بالشكل ده وسنه للاعلى اهي. واضح يا شباب؟ صاد مع واو بهذا الشكل. الحرف اللي بعد كده وهو حرف الصاد مع اللام الف، او الصاد مع الياء الاول، حركه اهي دوران حركة كده. قنطرة بقى، هناخد قنطرة هنا في المنطقة دي كده ونعمل نشبك فيها حرف ايه؟ حرف الياء اهو، دوران حرف الياء، الكاسة بتاعت حرف الياء. طيب تمام. الحرف اللي بعد كده هو حرف الايه؟ الصاد مع اللام الف، عشان برضو الدرس ما يطولش عن كده. الصاد مع اهو دوران ثم حركة اهي، عملت السن بتاعتك ارتفاع لاعلى وكانك عملت حرف ضاد مع الف او صاد مع الف. ومن هنا من المنطقه دي كده بننزل ننزل ننزل ونمشي على السطر بالشكل ده، ومن نص المسافه بالظبط نعمل حركه اهي. عايز تبقى حريف قوي تعمل الحركه دي اهي، لان انت واحده واحده هتلاقيك بتحب الخط، وهتلاقيك حابب ان انت تحسن من خطك اكثر وتتمكن من الدروس اكثر فأكثر. وبكده تكون انتهت حلقتنا. أتمنى أي حد شاهد الحلقة للنهاية إنه يشترك في القناة ويفعل
زر الجرس علشان يوصله كل جديد، وعشان توصله فيديوهاتنا اللي يقدر بيها يحسن من خطه. ارجوك ارجوك رجاء 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 الناس اللي بتتمرن معانا اول باول انها تضغط لايك للفيديو. اللي مش عامل اشتراك في القناة يعمل اشتراك في القناة علشان ننشر ثقافة الخط العربي بين الاجيال القادمة. وبكده تكون انتهت حلقتنا، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد ابو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. مع السلامة.